السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلنا لموضوع آخر اللي هو comparing objects، اللي هي المقارنة بين الobjects. طبعا أيضا هذا الموضوع سهل. إذا احنا جينا على employ واخذنا كل هذا copy وعملنا فايل جديد اسمه compare objects مثلا .php، وهنا جينا عملنا paste، خلنا نغلق هذولا. تمام، نجي نفلتر مثلا، هنا عندنا private name, first name, last name, age, address و salary. عندنا get و set كامل، ممكن انه نضيف له constructor على سبيل المثال public function construct. تمام، بهذا الشكل. ونجي ناخذ الفيرست نيم مثلا، خلينا نشتغل على عوامل اقل حتى عندنا فيرست لاست ايج. تمام، حتى يكون اخف. طيب فيرست لاست ايج، فناخذ هذا او ممكن من الكلون هذا، لاحظ هو موجود اصلا جاهز. تمام، هنا عدني بالكونستركتور first name last name age، ايضا من الكلون راح اخذ هذا، لاحظ this first name يساوي dollar first name، this last name يساوي dollar last name، this age يساوي dollar age. اوكي، فعدني ايضا الست والget. هذولا هو الجيت، جيت فيرست نيم اللي هو ريتيرن الفيرست نيم. تمام، تاكد انه هو نفس نفسه. لاست نيم هذا اللاست نيم، جيت للايج هذا هو الايج. حلو، عد السيت، نعم السيت موجود ايضا. سيت فيرست نيم هذا هو ذس فيرست نيم يساوي الفيرست نيم، هذا هو اللاست نيم، وهذا ايضا للايج. بمعنى اخر انه احنا خلصناهم، لكن يحتاج ايضا نعمل فانكشن للمقارنه. public static function compare اللي هي المقارنة. لاحظ المقارنة بين اثنين objects، بمعنى انه انا راح امرر هنا object معين على سبيل المثال دولار obg1 فارزة دولار obg2. طبعا ممكن تسميها اي اسم، انا سميتها obg على اساس الجي يعني على اساس الobject. تمام، فهذا راح يرجع لك المقارنة return بين الobjectين، انه الدولار obg1 يساوي دولار obg2. تمام، هذا راح يعمل مقارنة، هل هذول الرقم الobjectين متساوين ام لا. تمام، هذا هو function المقارنة. طيب كيف اقارن؟ اذا جيت هنا انا الاحظ انه انا عندي امبلوي عامل هنا انستانس لهذا الامبلوي، لكن هو مفروض انه ياخذ قيم. تمام، ياخذ القيم الثلاثه اللي هو الفيرست نيم لاست والايج. تمام، فاجي هنا اعمل محمد، هذا اول argument، الثاني هو عيسى، اوبس، والثالث هو 33. هذا بالنسبه للامبلوي 1. لو اجي اخذ كوبي من هذا واعمل بيست، هذا راح يكون employee 2 احمد عيسى 33. طيب كيف راح اقارن انا؟ عمليه مقارنه الاوبجكتس سهله جدا. نضع الشرط، خلينا نمسح كل هذا، نبقي الايكو قد نستفاد من عنده. بس هنا مثلا نجي نعمل شرط، كون انه احنا بعدنا بالبي اتش بي اف، طبعا هذا خارج الكلاس. اوكي، خارج الكلاس. if عندك الكونديشن، ما هي الكونديشن؟ انا كيف اوصل لهذا الفانكشن؟ هذا الفانكشن ستاتيك، تمام، اللي هو داخل من ضمن الامبلوي، بمعنى انه انا اصل الها مباشره بدون الحاجه الى عمل انستانس للاوبجكت. تمام، فاكتب هنا employee dot dot، لاحظ كنترول سبيس، هنا عندي شيء اسمه مفروض compare، لاحظ هذا هو compare اللي هو هذا الفانكشن compare، واضع فيها المتغيرين. هو بياخذ الكومبير
object 1 object 2 صح؟ من هما؟ هذا object. فأستطيع أن أنسخ أنا دولار تمام فارزة الobject 2 بهذه الصيغة. أتأكد هل هما true or false. إذا كان true تعمل شيء، إذا كان false تعمل شيء آخر. فتقدر تقول هنا أنا echo تطبع string على سبيل المثال إنه تقول هنا بهذا الشكل مثلا تكتب they are equal else أكيد راح يكون false not equal. طيب إذا هنا أنا راح أجي أقول راح أطبع ك if else، وإذا جيت عملت هنا أنا save وجيت على ال compare لاحظ they are not equal ليسوا متساويين فعلا، لأنه هنا أنت عندك محمد هنا أنت عندك أحمد صح، عندك عيسى 33. خلنا نقلبها إلى محمد نعمل save they are equal بمعنى أنهم متساويين. فإذا هو بهذه الطريقة أنت بتفحص، لأن الأوبجكت يحتوي على أكثر من property لازم أنت تتأكد أنه كل هذه البروبرتي اللي موجودة فيها متساويين صح. ما ينفع أنه نتعامل معهم على أساس string أنه هذه الكلمة تساوي هذه الكلمة، لأن هذا يحتوي على أكثر من data type. عندنا string ذول اثنين وهذا integer تمام، فلازم يقارن هذا مع هذا، هذا مع هذا، وهذا مع هذا. فإذا كانوا متشابهين خلاص equal. يعني إذا رجعت هذا مثلا عمر وأجي هنا راح يقول لي أنه not equal they are not equal. طيب إذا جيت هنا عملت كلون على سبيل المثال، خلينا نستخدم الكلون. إذا قلت هنا عندي دولار employee ثلاثة اللي هو نسخة طبق الأصل من employee اثنين أوكي، تعال الآن مرة أخرى قارن. طبعا أيضا ممكن المقارنة بطريقة أخرى أنه نستخدم الidentical، يعني مثلا هل نحذف بهذا الشكل نقول له الامبلوي 3 هل هي identical متماثلة بالضبط من الامبلوي 2؟ هذا بياخذ من الامبلوي 2 بمعنى مفروض انه تكون متماثلة صح، فنكتب هنا identical تمام save. خلونا نشوف راح يطلع بجانب اكيد they are identical تمام، بمعنى انه هم فعلا نسخة طبق الأصل أوكي. هاي بطريقة الـ لما نريد نعمل كلون تذكرون، فالكلون إنه بياخذ كل الـ الأشياء اللي موجودة في الأوبجكت ويصنع أوبجكت جديد. بمعنى آخر إحنا تأكدنا إنه لما نخلق أوبجكت جديد هو بالضبط مماثل للأوبجكت اللي تم صناعته منها. هذا يفيدنا كثير الكومبير، إنه مثلا نتأكد المقارنة بين object وobject آخر. في عندنا حالات مثلا إذا هذا الobject يساوي هذا الobject إذا أعمل فلان شيء معين تمام، أو مثلا في الداتابيز على سبيل المثال إذا أنت قمت بإضافة معلومات في الداتابيز يجب التأكد أنه هذا غير موجود في الداتابيز. على صعيد مثلا الويب مثلا هل الـ 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 مثلا تقدر تستخدم فيها الـ regular expression التعابير النمطية اللي هو مثلا انه انت مفروض انه name يكون string تمام، والثاني name ايضا يكون string وبعدين يكون number. مثلا في واحد قام بادخال number string، ففي هذا الحال لن تكون identical، لن تسمح بها بالمرور الى database مثلا اوكي. هذا compare مهم جدا انه انت تاخذ الادخالات من اليوزر تضعها في داخل object بدل ان انه تجعلها كل واحدة منها منفصلة على حدة، انه اليوزر نيم واحد تتعامل مع الباسورد واحد والى اخره. ممكن انه انت تاخذها كلها وتضعها في داخل اوبجكت، بعدين تجي هذا الاوبجكت قارنه مع اوبجكت اخر، هل هم متماثلين؟ هل هو نفس النمط اللي انت ترغبها او اللي انت تريدها من المستخدم؟ اذا نفس الشيء خلاص ممكن يمرر للداتابيز ويقوم به الادخالات، ان لم يكن لا يرجع الى يعطي له ايرور مثلا مثل الاف الس they are equal خلاص يذهب للداتابيز، not equal غير متساوية إذا يرجع لليوزر مرة أخرى ويقول له هذا error، مفروض ال first name يكون هو string، last name يكون string، وال age يكون هو number. إن شاء الله تكون الفكرة كانت واضحة. نوقف هنا نكمل وياكم الدرس القادم.